السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم كريب اقتصادي بجوج ديال البيضات فقط وبصلصه ديال الشكلاط. كيجي خفيف ولذيذ وسريع التحضير. غنحتاجو في المقادير ديال الكريب: معلقه كبيره ديال السكر سنيده، جوج ديال البيضات، كيس واحد من السكر فاني 7 غرام، 50 غرام او زلافه ديال الدقيق الابيض الفورص، شويه ديال الملحه، نص لتر ديال الحليب، وثلاثة معالق كبار ديال الزبدة المذابة. غنحتاجو في الصلصة ديال الشكلاط علبة من الياغورت بنكهة ديال الفاني أو ياغورت طبيعي، كيس واحد من الكاكاو المر الخاص بالحلويات من النوع الجيد، كيس واحد من السكر فاني، ومعلقة صغيرة ديال الزبدة. بالنسبة للكريب غنديرو فيه ثلاثة معالق كبار ديال الزبدة المذابة، وغنحتاج في الصلصة ديال الشكلاط نص كاس ديال الماء، 60 غرام ديال الشكلاط الاسود من النوع الجيد. الان غادي نديرو الكل في الخلاط الكهربائي. غادي نديرو دوك جوج ديال البيضات، غادي نضيف عليهم معلقه كبيره ديال السكر. هنا ما كنكثروش من كميه ديال السكر لان الكريب كنرافقوه بالصلصه ديال الشكلاط. كنضيف واحد شويه ديال الملحه، كنضيف عليه نص لتر ديال الحليب، وغنضيف كيس واحد ديال السكر الفاني. وغادي نضيف ثلاثة المعالق كبار ديال الزبدة المذابة. غادي نبدا نضيف الدقيق وانا كنخلط بواحد المعلقة. كنخلط عادي فقط باش ما يبقاش ليا هذاك الدقيق كيبقى ليا الفوق، باش ملي نخفق الكل في التراب الكهربائي ينسجم ليا الخليط وما يبقاوش عندي الحبيبات ديال الدقيق. بعد ما كنضيف الكميه ديال الدقيق كلها كنخلط مزيان وكنديروه كيتخفق مزيان حتى كنحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون مرغوي من الفوق بحال الشكل ديال البغرير. كنصبوه في واحد الاناء وكنغطيوه وكنخليوه كيرتاح واحد 5 حتى 10 ديال الدقائق. كيرتاح الكريب ديالي كناخذو منه مغرفه وكنديروها في واحد المقله اللي كتكون سخونه على نار اللي كتكون متوسطه، وكنوزعوها في المقلاه بهذا الشكل هذا، وكنخليوها كطيب حتى كيبانوا لينا الجناب ديالها بداو كيتحمروا، عاد غادي نقلبوها. هنا بعد ما طابت ليا الجناب ديالها تحمروا كنقلبها على الجهه الاخرى باش تطيب. وهنا كنستعملوا مقله اللي كتكون مانعه للالتصاق. بعد ما كتحمر من الجوايب بجوج كنحيدها وكنحطهم فوق شي منديل اللي كيكون نقي. كيكون هذا هو الشكل ديالهم بعد ما طابوا، كيجيو خفاف بزاف ورطبين، يعني راه الوصفه ديالهم ناجحه من اول تجربه. دابا غندوزو نحضروا الصلصه ديال الشكلاط. الان في واحد الكاسرونه غادي ندير معلقه كبيره ديال السكر باش نحضر الصلصه ديال الشكلاط. كنضيف عليها ديك 200 غرام ديال الشكلاط قطعتها مربعات صغيره، نضيف عليهم كيس واحد ديال السكر الفاني، 7 غرام ديال الكاكاو المر من النوع الجيد الخاص بالحلويات، نص كاس ديال الماء، ومعلقه صغيره ديال الزبده. غادي نوضع الكل فوق نار اللي كتكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كيذوب ليا الشكلاط وكتذوب هذيك الزبده، كنحصل على واحد الصلصه. عاد غادي نضيفوا عليها الياغورت. بعد ما كيذوب ليا داك الشكلاط والزبده مزيان كنضيف عليها خارج النار هذاك الياغورت وكنخلط مزيان. تبان لهاد الصلصه هذه كنحتفظوا بها في قراعي ديال الزاج اللي كيكونوا معقمين، كنحتفظوا بها في الثلاجه حتى كنبغيو نستعملوها. كتستعمل في اي نوع من الحلويات. هنا بالنسبه للكريب ديالي كنقدمو مرافق مع ديك الصلصه، اولا كندهنوا بهذيك الصلصه من بعد كنطويو على شكل مثلث وكنديروا خطوط بالشكلاط وكنرشوا برقائق اللوز. كيجي المذاق ديالو لذيذ بزاف وكيجي خفيف.
كيجي زوين بزاف الكوتي للاطفال. بالصحه والراحه، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون عجبكم. ما تنساوش الى عجبكم ديروا جيم وتشتركوا معايا في القناه الى كنتوا باقي ما مشتركينش، وضغطوا على الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.